أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ألتقي بحضراتكم الآن على مائدة الإسلام وحول قضية ثالثة تتعلق بجريمة من أخطر الجرائم، جريمة الاعتداء على العرض، جريمة الزنا. إن الله تعالى لما أحل البيع حرم الربا، ولما رغب في الزواج وجعل الزواج شركة رأس مالها المودة والرحمة حرم الزنا، بل إنه جعل الزواج آية من آيات. والمتأمل في تلك الآية يجد العجب العاجب العجيب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل الآية وتأمل سباقها ولحاقها وسياقها. أما سباقها فقوله جل شأنه ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ولحاقها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا سباق وذاك لحاق. سباقها خلقنا من تراب، ولحاقها خلق السماوات والأرض، وسياقها في السنن الكونية خلق وخلق، كأن الزواج سنة من سنن الكون، من سنن الكون، وليس الزواج مقصورا علينا نحن البشر، فكل ما في الكون زواج. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النبات فيه زواج، أعضاء التذكير والتأنيث، وأرسلنا الرياح لواقح. الجماد فيه زواج، الذرة، إلكترونات سالبة، والنواة وما فيها من كهارب موجبة، زواج. البشر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن اسمع معي إلى قول العلي الحكيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اما الذي لا يقبل الزواج فهو واحد، وهو الله الواحد. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بديع السماوات والارض، ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه،
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. بالبر معروف وبالإحسان موصوف. معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية. واحد لا من قلة وموجود لا من علة. على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر. واحد بلا عدد قائم بلا عمل دائم بلا أمل. رغب الإسلام في الزواج ونهى عن الزنا. وقبل أن ينهى عن الزنا أحاط العرض بسياج سميك وأسوار عالية حتى لا تتسلقه الذئاب الضارية. لم يقل تعالى ولا تزن، إنما قال ولا تقربوا الزنا. وهناك فرق، فرق أبعد مما بين السماء والأرض. لو قال ولا تزنوا لكان الزنا هو المحرم وحده. أما ولا تقربوا الزنا، كل ما يدفع إلى الزنا ويقرب إليه محرم. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، ولو كانت صالحة؟ قال: ولو كانت مريم ابنة عمران. خلوة قرب للسن. أبعد من هذا، قال عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لماذا؟ إنه يحفظها القرآن. لا، عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. النساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. تحفظها القرآن؟ نعم. تقول لها: كل نفس ذائقة الموت؟ نعم. لكنها يتسرب الشيطان بينكما فتسألك: ما معنى وراودته التي هو في بيتها؟ وينفتح الحديث بينكما ويطول ويرتع الشيطان ويلعب. لذا لا تخلون بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لا تقربوا. النظرة، الخلوة، اللمس، الحديث، الحديث المزري. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الإسلام علم المرأة كيف تتكلم. لا خضوع، لا ليونة، لا تخنث. علمها كيف تمشي. فجاءت احداهما تمشي على استحياء كأن الارض نسجت تحت قدميها بساطا من الحياة. ان امرأة جاءت الى رسول الله وكانت تلبس خلخالا في قدميها وكانت تضرب الارض برجليها ليظهر الخلخال، اعلنت السماء حالة الطوارئ من اجل امرأة تمشي تضرب الارض برجليها. نزل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء على مبعوث العناية بقوله تعالى: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. حالة الطوارئ تعلن من اجل امرأة تضرب الارض برجليها لتبدي ما لبست من الزينة. علم الاسلام المرأة كيف تلبس، لا من عند كريستيان ديور محلات الازياء، انما من عند رسول الله. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أتذهب إلى الحلاق؟ لا،
ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. اتتبع تعاليم قاسم امين الذي سموه محرر المرأة وهو مهلكها؟ لا، لا تسيري وراء قاسم امين، انما سيري مع القاسم الامين محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة في الاسلام لها حرمتها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الوقوع في الفاحشة. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. الايدز، ضعف المناعة. هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، ضعف المناعة، مرض الايدز. حارت فيه الولايات المتحدة، وحارت فيه انجلترا العظمى، حارت فيه اوروبا بخيلها ورجلها وسلطانها ومالها، لتعلموا عظمة محمد، لتعلموا طهر محمد ونقاء محمد ومجتمع محمد. الزنا، السيلان، الزهري، القرحة الرخوة، القرحة الأكالة، أمراض الزنا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. اسمع معي الى قول اعظم الرجال وافضل الرجال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يضع النقاط على حروفها ويسمي الاشياء باسمائها. انه ينادي على الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. وما هو البديل عن الزواج إذا لم يستطع الشباب يا رسول الله؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء وقاية، الصيام، قيام الليل، الرياضيات الروحية، قراءة القرآن، ذكر الله، الرياضيات البدنية، ممارسة شيء من الرياضيات كحمل الأثقال والجري والخلوات الصالحة التي لا تشوبها قذارات ولا دناءات. يا معشر الشباب، يا معشر الشباب في مصر، يا معشر الشباب في سوريا، يا معشر الشباب في العراق، يا معشر الشباب في الامارات، يا معشر الشباب في باكستان، يا معشر الشباب في ليبيا، لن ينفعكم الكتاب الاخضر كما لن ينفعنا الميثاق والورق المكتوب، انما نفعنا في كتاب قال فيه ربي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الزنا يا شباب، الزنا يا شباب
لم ينص عليه في كتاب اخضر ولا احمر. الاعتداء على العرض شر جريمة ترتكب. احذروا ضعف المناعة، احذروا الزهري، احذروا السيلان، احذروا الرخوة، القرحة الرخوة والقرحة الاكالة. يا شباب، الاسلام ليس لنا الا كتاب واحد هو القرآن، وليس لنا الا نبي واحد هو رسول الله محمد، فليس هناك ما يسمى بنبي الصحراء ولا بنبي الحضر، انما هناك نبي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى امته فقال كنتم خير امة اخرجت للناس، اخرجت للناس، وزكى بيته فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وزكى رسالته فقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. تعال لتشهد معي هذا المشهد الاسلامي الرائع. شاب يدخل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومعه اصحابه، ويقول للرسول كلمة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ماذا قال؟ قال اذني بالزنا يا رسول الله. ائذن لي بالزنا. ثارت الصحابة، قال الرسول خلوا بيني وبينه. انظر الى حكمة القائد، انه قائد عاقل حكيم لا يورث امته، لم يؤلف لهم كتابا احمر ولا كتابا اخضر ولا كتابا اصفر، انما هو كتاب نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. كيف عالج القضية؟ سأله الرسول ماذا تقول؟ إذن لي بالزنا. قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. لأختك؟ لابنتك؟ لعمتك؟ لقالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال فإذا لم تكن ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ قال الغلام أو الشاب فنزلت كلماته على قلبي بردا وسلاما، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي، انه يسأل الصيدلية العظيم دواء ولكل داء دواء يستطب به. فدعا له الرسول قائلا اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. ثلاث دعوات مباركات تناسب الداء الذي كان يشكو منه. ايها الاخوة الاعزاء، الاسلام نظيف، نظيف من الربا، نظيف من الزنا، نظيف من الكذب، نظيف من الخيانات. الاسلام نظيف، دين النظافة. اقول قولي هذا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبعدما فرغت من الحديث عن الربا والزواج والزنا لا يسعني الا ان اسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.